يلا يلا. مرحبا ست نجيح. اهلين يا ام طعام. كم حالك؟ الحمد لله على سلامتي. وعلى سلامتي. والله لك وحشي يا ام طعام. ده معقول انت هيك خيمه احلاكي نورتي لنا هالحي رجعتي؟ خيمه احلاكي. تسلمي يا ست نجيح. معقول انت يا ام طعام يعني هيك بتجي وما بتعطيني خبر؟ اني اخذ على خاطرها. بعدين معقولة قالوا لنا انه انت صرتي امرأة اعمال وجاية تفتحي تجارة بين لبنان والبلجيك؟ معلوم، مش على اساس انه صار في رئيس وكل شيء تمام؟ صحيح. ويقدرني الاستيز اسي هو الضمانة؟ ايه، ورجع الازدهار والافتخار؟ ايه، ولو بتشوفي هالمسؤولين كيف هيك يركبوا بعقلهم وقام وسلام. قال هيدا الوقام والسلام. ليش غير عائلته وقام وهيب؟ لا لا لا، وقام وسلام هيدا شي تاني. هيدا بيجي فك وتركيب. عرفتي؟ ايه، صار هن اسمهم مثل اسامي المسؤولين. ايه بيجي فك وتركيب حسب الاوضاعها. عرفتي كيف؟ ايه بيجي حسب القبص. بس الشعب لو بتشوفي بعده بحب الثوابت، ما بحب يغير. كل واحد يعني بعده قاعد بالخندق تاعوله. الله وكيلك. ايه هيدا الشعب يعني صاحب مبدأ ما بحب يغير. يعني بسلامة فهمك يا ست نجيح. أنا مش عرفتك غشيمة هالقد. إنه يعني تخيلي بكرة المسؤولين يرجعوا يتخانقوا. شو بيعمل الشعب؟ يعني إذا رجع عخندقه على القليل بيلاقي عالم. إيه معك حق. إيه معك حق، والله فيها وجهة نظر. أنا معك حق، ما طلعت فهلوية وفكرتي. إيه معك حق. طب ما بس ما قلتي لي انت شو جايه يعني تستوردي لنا من عندهم لعنا؟ ليك شو استورد لك؟ انا جاي استورد، انا جاي صدر من هون. صدر ايه يعني؟ شو بدي خبرك نحن محرومين؟ هن المحرومين مش نحن. شو عم تحكي؟ ايه، ومش ناقصهم الا الاستيز يقبرني. يعني عن جد محرومين؟ والله بيقطعوا القلب هالقد؟ معقوله؟ طيب اي والله. طب لانه يعني شو عنده النواقص حتى انت يعني انه جايه تاخذي لهم من هون لهوني؟ والله يا ست نجيح قد ما اخذ لهم بضل ناقصهم. يا لطيف. ايه كل شيء عندهم معلب وبيشتروا بالقطاره. يعني انا فكري عوم السوق واعمل مضاربيت قطيعه. ما عندهم شيء بالمرة؟ معقولة يعني انه انت بدك تاخدي لهم ليمون وموز وتفاح؟ هيدا في منه كتير. ليك عم تعصبيني. لا لا يا ام طعان، انا مش تقتلك. لا ما بحب عصبي. يعني معقول انا اخد ليمون وتفاح؟ ما بيحكي بالليمون والتفاح. لا انا قلت هيك يعني. انا جاي اخد لهم صدر لهم شيء دسم. فهمت عليك. غمة غمة. عليك يا ست نجيح. لا يا تقبريني، أنا جاي أخذ لهم شوية سيادة. شوية ضلقراطية. شوية حرية. شوية تنفاخ وسيليكون. يعني شوية هيك أشياء هيك up to date. لا يا ام طعان، أنا ما بعرفك طميعة هالقد إنه جاي تقشي كل شيء. ولو ما تركي لنا شوي. هلا دقت بعينك يا ست نجيح، ما نكون زيتينهم بزبالة. ما يا فهلوية يا ام طعان، ما نحنا زيتينهم القصد بزبالة. خليني اشرح لك ليش. يعني بس يطلع تهب نسمة الهوا هيك وتعف الريحة، ضغري عن ناخيرنا بتجي واصيل. ديليفري. عرفتي كيف بنصير؟ فري ديليفري. فري. والله مثل ما عم بتقولي. ايه ببلاش. لا والله منك قليل بتحكي اجنبي. بعدين بنصير نتنشا يعني. هيدا حريه. وشو قلتي لي هيدا؟ سياده. وايه؟ وضلقراطيه. 100% عرفتي. ايه دغري. وفي سيليكون تنساش. كله هيدا. ايه كله بنتنشقه. والله يعني ديسبانسي يعني. نعم. شو هي هيدا؟ لك يا الله عليكي، بتعرفي شو بنساوي؟ معلش يعني موزع. والله منك قليلة يا ام طعان. على قامتك ما اهضمك. قال جاي وبتحكي لنا اجنبي كل الوقت. يا مدام نجيح. مونكار مونكار. نعم مونكار مونكار. انت شفتي انا عم غنجك. يعني شو قلتي يعني؟ شو مونكار يعني؟ قلبي يعني هاك. يا على قامتك ما اهضمك يا ام طعان. لك يا ست نجيح خبريني هاك يعني فاشي شلعة مطربين هاك على الساحة؟ لو بتشوفي هيدا اكثر شيء فيه منه بالسوق. صار عندنا لكل مواطن
في مطرب. والله مبروك. عرفت بس انت ليه عم تسالي؟ يعني انه بدي اخذ لي هيك شلعه بظهر البايعه، باخذ كم واحد معي منشان الاعياد والمناسبات الوطنيه. قطيعه. طيب شو عايشه بصحرا كنتي هوني؟ اضرب. بدك تاخذي لهم كل شيء من عنا يعني؟ معقوله؟ معطرين. معطرين؟ شو بدي اقول لك معطرين ومعطرين؟ بعدين انا قلت يعني باخذ هالمطربين لهونيك. لانه صحيح هن عندهم مطربين. اها. بس عندهم نقص بالعواطف الجياشه قد ما بدك قولي. يا علاقه مدخل ان شاء الله. بعدين يعني ما تلخزناش يعني الاجانب مثل الواح التلج هيك بلاك يعني. يا لطيف. ايه وبعدين انا عاطفيه كثير بتحملش. ايه انا فهمت عليكي، يعني انت قصدك هيك تاخديهم كلياتهم مع بعض هيك تخلطيهم بالمولي نكس هيك وبيطلع. والله ما حدا سبقك عليها يا هيدي الاشياء ابدا ابدا. انا بعرفك بهلويه، ما حدا سبقك علي. شفتي؟ ايه من شيء قليل بيقولوا عني نحن انه نحن فينيقيه، منشان هيك التجاره بدمني. فينيقيه؟ هلا انت من وين لوين انت حال؟ انت فينيقيه؟ ايه نحني نحني يعني بسلامة فهمك. إيه؟ نحني نحني اصل الفينيقية. يعني قصدك انه نحن هون كل الشعب اصله فينيقي. يا ست نجيح لا، نحني نحني اصلني فينيقي، نحني بس. عم بتصادري التاريخ يا امتحان؟ ليك ما تخليني اعصب منك، شو حسد ولا ضيقة عين؟ أنا لإلي عم تحكيني تقوليلي هيدا الحكيات؟ لا والله، يعني ما يكونش في حد تاني وأنا مش شايفة. لا يا امتعان لا، الزمي حدودك ها؟ لا أنت الزمي حدودك، هيئتك عندك تكلس بعقلاتك. لا يا امتعان. لا أنت ليكي ما تكبريش راس ها؟ لا وصلت لحد هون. بدي أوسك. لا منك قليلي يا امتعان. ليكي هيك.